مشاهدينا الاعزاء، بالعوده مره اخرى الى وقوف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات، ينضم الينا من عرفه مراسلنا الزميل علاء محمد، موفد اكسترا نيوز الى هناك. علاء اهلا بك. لو تطلعنا على موقف الوفد المصري هناك والبعثه المصريه هناك وتصعيدهم الى عرفات واستعدادهم الى النفير للنفير الى مزدلفه. نعم همام، كل عام وأنت بخير، وكل عام وجميع السادة المشاهدين بكل الخير. بالفعل صعد حجيج بيت الله إلى مشعر عرفات، ولمزيد من التفاصيل حول أحوال البعثة الرسمية هنا في عرفات وبالأخص بعثة الحج السياحي، ينضم إلي الآن السيد مجدي شلبي رئيس بعثة الحج السياحي. برحب بيك، كل عام وحضرتك بخير، ربنا تقبل منا ومنك إن شاء الله، وربنا يا ربي على حاجة مبرورة إن شاء الله. أولا يعني بصفتك عضو البعثة الرسمية، عايزين نطمئن بشكل عام عن الحجاج المصريين المتواجدين الآن في عرفات. الحمد لله اللي احنا مرينا على من الساعة 9 صباحا واحنا بنمر على المخيمات، اطمئننا على الحجاج كلهم بحالة جيدة ومفيش أي شكاوى، ودايما طبقا لتعليمات معالي الوزيرة وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط على التجديد على راحة الحجاج وخاصة في عرفات. كل اللجان ادتني تمام وقالوا ان مفيش شكاوى، الناس في راحة تامة، وبعد صلوا صلاة الظهر والعصر جمع تقصير بدأت المشايخ من وزارة الأوقاف والمشايخ اللي موجودة مع الشركات السياحية في إلقاء الخطب والدروس لتوعية الناس، وكل الناس في حالة نفسية جميلة جدا احنا مرينا عليهم، وفرحة يعني لا تتخيلها في الراحة النفسية اللي احنا بنتمناها دايما باستمرار لأهالينا وكل الشعب المصري ان يكون في عرفات بإذن الله. هل هناك غرفة عمليات في عرفات تتابع الحجيج أول بأول وتتابع أحوالهم لكي إزالة أي معوقات قد تواجههم أثناء الوقوف بعرفة؟ في عندي ثلاث لجان مركزيه موجوده في الاقتصادي وموجوده في خمس نجوم وموجوده معايا في الخيمه اللي هي الخيمه الرئيسيه، بيتلقوا هذه الغرف العمليه، بيتلقى اي شكاوى لو في اي حاجه بيبتدوا على طول بيوجهوا اللجان اللي موجوده داخل المخيمات على اساس يزيلوا اي عقبات. لغايه الان الحمد لله لم نتلقى اي شكاوى، غير ان بعض الحجاج اللي كانوا تايهين اللي هو بيخرج من المخيم بتاعه وما بيعرفش يرجع، دايما باستمرار بنواجه بننصح الحجاج ان هو لو تاه في اي مكان بيبص للصوره بتاعته مكتوب عليها المكتب، مكتوب عليها اسم المطوف، مكتوب عليها رقم التليفون دايما، ولو تاه السلطات السعوديه على طول بتوجهه لاقرب مكان، اقرب مخيم للمصريين، وعن طريق المكتب بيتم التواصل عن طريق الكمبيوتر، بنعرف ده شركته ايه، وبنتصل باللجنه والمشرف وبيجي ياخده على طول. وسط يعني الزحام الكبير والاعداد الكبيره، يعني نود الاطمئنان على الترتيبات الصحيه سواء من البعثه الطبيه المصريه او الترتيبات الطبيه بين البعثه المصريه والقطاع الصحي السعودي. هناك تنسيق كامل ما بين بعثة السياحة والبعثة المصرية اللي هي الطبية، تمام، على أساس إن لو في أي مريض أو أي حد بيحس بأي وجع أو مرض هو مش عارف إيه بنتصل بالبعثة الطبية على طول مباشرة، بيجي دكتور ما حدش منهم بيتأخر، بيجي دكتور بيكشف عليه، إن كانت الحالة بتستدعي إن احنا نجيب له عربية إسعاف بتيجي عربية إسعاف. في تنسيق برضه مع السلطات السعودية مسهل لنا كل الخدمات، حتى الأدوية اللي هي بتبقى ناقصة موفرينها لينا، وده أنا بشكرهم عليه وعلى الشعور الجميل، ودي تعودناها من المملكة إنها ما بتأثرش في الخدمات بالنسبة للمصريين وغير المصريين لكافة الحجاج اللي موجودين على عرفات. مدى تطابق الاشتراطات التي حددتها الهيئة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة في المخيمات الموجودة للحجيج هنا على عرفات؟ معايا أعضاء اللجنة العليا موجودين معايا في المخيم، بينزلوا برضو يبصوا على المخيمات ويشوفوا هل الشركات دي طبقت الضوابط ولا لا مع اللجان، والحمد لله ان الشركات كلها لغاية الان ملتزمة، مفيش اي اختلافات في اي حاجة، بالنسبة للفرش كويس مظبوط، بالنسبة للمخيمات، بالنسبة للحمامات، بالنسبة للخدمات اللي هي موجودة على العود، بالنسبة للبرنامج اللي هو طالع بيه الحج، كله لغاية الان الحمد لله الامور ماشية مستقرة.
يعني كان لنا جولة يعني منذ يومين تقريبا اطمأننا فيها على يعني المرضى من الحجيج المصريين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات السعودية. كيف تم التعامل معهم لكي لا يفوتهم أي ركن من أركان شعائر الحج أو مناسك الحج؟ من أمس وأنا بتواصل مع البعثة الطبية والنهاردة الصبحية أبلغوني أن الحالات اللي هي موجودة في المستشفيات الحمد لله تم تصعيدها على عرفات وما فيش أي حد ما طلعش عرفات، يعني الحمد لله احنا مطمئنين على المصريين كلهم دلوقتي موجودين على عرفات. مدى يعني توافر في المخيمات وتأهيلها لاستقبال الحالات ذوي الاحتياجات الخاصة، هل هي مؤهلة لذلك؟ فعلا احنا مجهزين في الخيام عربات اللي هي الكراسي المتحركة على أساس أن لو في أي مريض أو أي تعبان أو من الإخوة اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة ده موجود الكراسي بتاعتهم على أساس أن المشرف بيحركه في أي اتجاه هو بيريده، ودي الحمد لله متوفرة وموجودة في المخيمات بتاعت السياحة كلها. يمكن بالأمس كان هناك فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لتجمهر بعض يعني الحجاج وكان لديهم مطالب، عايزين من حضرتك توضح لنا هذا الفيديو ويعني كيف نستطيع أن نفهمه من خلاله. الساعة 1 مساء أمس تم إبلاغي أن في مجموعة موجودة في مكة من الحجاج قدام المكتب 174 فرادة بيقولوا ان احنا مش لاقيين حد يطلعنا وان احنا مرميين. على طول تم البحث عنهم في الحاسب الآلي للسياحة، اتضح ان هم خارج نطاق الحصة اللي هو 36 المخصصة للسياحة، ورغم ذلك دول قبل كل شيء هم مصريين واخواتنا. تم على طول التنسيق مع المهندس عباس القطان مهندس رئيس المؤسسة المصرية لجامعة الدول المصريين اللي هو المصريين، وأبلغته إن في مجموعة موجودة عددها يفوق 300 حاج موجودين في مكة ودول محتاجين عربيات توصلهم ودول فرادة تأشيرات مباشرة جايين تبع السعودية. على طول الساعة 3 بالظبط 3:30 كان اخترني وقال لي تليفونيا ان تم دفع مجموعة من الباصات وخدوهم وطلعوهم على عرفات. على طول على الساعة 5 تم التنسيق بيني وبين المطوف اللي هو احمد اللي هو فقيه اللي هو مطوف المكتب 174، قال لي فعلا ان جبناهم وتم تسكينهم واطمأنيت عليهم واديت تمام لمعالي. هل الخطأ اجرائي لديهم في الاجراءات اللي هم خرجوا بيها؟ الاجراء اللي هم خدوه ده خارج النظم اللي هي موجوده للبعثات الثلاثه اللي هي بعثه السياحه وبعثه التضامن وبعثه الداخليه، هم دول خرجوا عن السياق اللي الدوله محدداه، يعني كان المفروض ان بيطلعوا على البرامج اللي هي مخصصاها ثلاث بعثات، لكن دول خلوا تاشيره مباشره وعملوا برامج اللي هي اونلاين وطلعوا بعيد عن البعثات الثلاثه خالص، وده كان من ضمن الاسباب اللي ما كانش في رقابه ليهم عشان كده هم وقعوا في الموقف ده. ومع ذلك تم التعامل معهم ومع ذلك تم التعامل معهم وتم تسكينهم والاطمئنان عليهم، وتم ابلاغ معالي الدكتوره رانيا المشاط بالوضع وتم ابلاغ رئيس البعثه ان تم التسكين والحمد لله. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مجدي شلبي رئيس بعثة الحج السياحة لكل هذه التفاصيل، شكرا لك جدا فندم. مشاهدينا الكرام يعني كانت هذه الأجواء من على جبل عرفات، اطمأننا على البعثة المصرية للحج هنا على عرفات، سوف نكون مستمرين معكم في التغطية على مدار اليوم، وأنقل الكلمة الآن إليك همام. الزميل علاء محمد موفد اكسترا نيوز الى المشاعر المقدسه، شكرا جزيلا لك وشكرا لضيفك الكريم وتقبل الله حجكما، وسنتواصل معك لاحقا لمزيد من التفاصيل.